على الطريق يصافحنا الصباح مفعم بالأمل مشرق بالعمل في كفه باقاتوت ونسائم حب يهمس في آذاننا اللهم بك أصاحنا. أيضا مغرب اليوم الخميس السادس من شهر صفر يسر مكتب الدعوة بمحافظة بقيق دعوتكم لحضور محاضرة بعنوان منهج الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في تأليف كتاب التوحيد، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن محمد الوهيبي بجامعة الكدادية الغربية ببقيق وللأخوات مكان، وكما ذكرنا تقام مغرب اليوم الخميس.